معلش طيب، هو فين المتعه لو يونايتد كان كسب ماتش سهل وطبيعي زي خلق الله قدام اتلانتا؟ ما فيش حد كان هيتكلم خالص، وكله كان هينسى الماتش زي ما الناس ما نسيت ماتش تشيلسي ومالمو، وتشيلسي كسب 4 بسهوله، والناحيه الثانيه بايرن وكسب بنفيكا بسهوله 4، كانت الناس هتنسى الماتش. انما الناس لازم تتذكر المباراه بسيناريو رائع وممتع وجميل، وحصل سيناريو رائع وممتع وجميل ده. يونايتد كالعاده بيلبس الاول وبيلبس الثاني وبيحاول ان هو يرجع في النتيجه، ولما بيرجع في النتيجه بعد معاناه غير طبيعيه كريستيانو رونالدو بيسجل هدف الفوز علشان يكون ملك اللعبه، انقذ مانشستر يونايتد من الخساره. ما هو السيناريو اللي استمتع بيه ازاي يا عزيزي؟ يعني ينفع يونايتد بالسكواد بتاعه الحالي ده تقدر تقول عليه ان هو مرشح دوري ابطال اوروبا ينزل يكسب ماتش سهل؟ لا يا باشا لا. وايه بقى السبب ان يونايتد مفيش حاجه بالنسبه له اسمها ماتش سهل؟ سولشاير. ما كلها اجتهادات، معلش ما كلها اجتهادات من لعيبه برضه، ما هو لعيبه يونايتد عاملين زي لعيبه برشلونه، كلهم بيجتهدوا عشان خاطر مفيش مدير فني واقف على الخط. هتقول لي لا الشوط الثاني ده شوط المدربين وسولشاير قدر ان هو يعمل ريمونتادا فيه يبقى مدير فني جامد جدا. والله يا موارد تكون انت عندك حق بصراحه، بس انا عن نفسي شفت ان تغييرات سولشاير كلها كانت عجيبه وغريبه ومريبه، وسبحان الله ما حدش في اللعيبه اللي هو نزلها قدر ان هو يعمل الفرق. يعني مفترض ان هو اللي سجل الهدف الاول بتاع يونايتد كان ماركوس راشفورد بلقطه جميله جدا، راشفورد عدل جسمه علشان خاطر يفتح زاويه للتسجيل وفعلا سجل الهدف الاول، وماجواير صلح خطا الهدف الاول وخطا الهدف الثاني برضو اللي هو تسبب فيه في الكره العاليه اللي تم تسجيلها في مرمى مانشستر يونايتد من ناحيه. بص هو اسامي لعيبه اتلانتا غريبه شويه، خصوصا ان انا مش متابع جيد للدوري الايطالي. اول هدف يا سيدي، بصوا الهدف الثاني احرزه ديميرال، ديميرال ده اسهلهم ده بتاع يوفنتوس، والهدف الاول ماريو باسيليك ده سجله في الهدف في الدقيقة 15 وفي الدقيقة 28. ماجواير بقى كان المسؤول على الهدفين دول، فماجواير لما سجل هدف التعادل يا دوبك يعني عمل من الحاجات اللي هو كان سبب فيها، يعني انت خربتها ولبستنا جونين، فربنا كرمك كده وسجلت الهدف الثاني علشان خاطر زي ما قلت لك السيناريو الممتع اللي انت بتحبه كعاشق لكريستيانو رونالدو، ان كريستيانو رونالدو ينقذ مانشستر يونايتد في اللحظات الحاسمه والاخيره. امال انت تستمتع ازاي يا عزيزي وربنا يرزقنا احنا ازاي من الماتشات بتاع يونايتد لما كريستيانو بيجيب الهدف الاخير يا عزيزي وهو اللي بيخلص المباراه؟ وقتها انت بتتكيف وانا بتظبط وانت بتبقى فرحان ومبسوط وجمهور يونايتد فرحان ومبسوط، وكلنا بننسى ان حرام ان يونايتد ينفع يكسب ماتشاته بالطريقه دي. يا باشا يونايتد عنده لعيبه جامده جدا، انت بتلعب 4 2 3 1 صفوه الكوكب، مفترض ان هم في الشق الامامي عندك، انت عندك بوبا وعندك عندك مفترض فريد وسكوت ماكدوناي مش من الصفوه يا عم معاك، بس قدام ماسن جرينوود واحد من افضل لعيبه الشباب في انجلترا، برونو فرنانديز واحد من افضل صناع الالعاب في العالم حاليا، الناحيه الثانيه ماركوس راشفورد واحد من افضل اللعيبه المواهب الشابه في انجلترا. الخط الامامي دوري ابطال اوروبا، يعني انت عايز ايه يابا؟ وفي جودن سانشو موجود على الدكه، ومفترض انك عندك اغلى مدافع في الدوري الانجليزي وهو هاري ماجواير، مفترض ان انت تكسب ماتشات سهله. بس زي ما قلت لك امال الماتش يستمتع بيه ازاي؟ لازم كريستيانو يخلصه في النهايه عزيزي. هي السيناريوهات بتاعت ماتشات مانشستر يونايتد كده بتختار رونالدو ان هو يكون راجل المباراه، واحنا كلنا ما بنقدرش نقول اي حاجه، مع ان لو دورت كده على مان اوف ذا ماتش في سوفا سكور هتقول لك ان برونو فرنانديز واخد 9.3، بس انت بالنسبه لك كريستيانو هو القائد وكريستيانو هو البابا وهو اللي عمل المنتدى يبقى هو البابا. اتفق معاك عزيزي، كريستيانو عملها يابا. امال ميسي امبارح جاب جون وجون فاضي، جون عامل عالمي وعمل المنتدى. كريستيانو النهارده مش هيجيب ضربه راس هو متخصص بيها ونقول عليه ان هو انقذ الفريق من الخساره او التعادل، اسف. لا احنا نقول زي ما انت عايز، مش ده اللي انت عايز تسمعه؟ اعمل بقى لايك او سبسكرايب بعد ما انت حبيت تسمع الكلام اللي انت عايزه عزيزي، وان عجبك الفيديو اعمل لايك، وان ما عجبكش اعمل ديسلايك، بس يعني اعمل اي حاجه عزيزي.